اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره تانية. وزي ما اتفقنا على مدار شهر منورنا دكتور حاتم زاهر استشاري طب نفس الاطفال والارشاد الاسري. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. منورنا. نورك الله يخليك. في البدايه دكتور احنا النهارده بنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو خطوره السوشيال ميديا على اطفالنا. تمام. حضرتك شايف ايه السلبيات اللي عملتها السوشيال ميديا في اولادنا؟ القاتل الصامت في البيت حاليا هو وسائل التواصل الاجتماعي للاسف. لان السلبيات اللي بدات تظهر من السوشيال ميديا خلال السنوات اللي فاتت كتيره جدا 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 وتحولت الى ظاهره سلبيه بتهدد كل بيت مصري. نبدا كده القصه من البدايه. اول حاجه بتعملها السوشيال ميديا ان هي بتقتل البيئه الابداعيه للطفل، بتقتل القدره الابداعيه لاي طفل. لان الطفل عشان يبدا، يعني عشان يكون على فكرة ولد عبقري مبدع في الرياضيات في الرسم في الموسيقى في أي شيء من الحاجات الجميلة دي كلها لازم تتوفر له البيئة الإبداعية. البيئة الإبداعية أهم عنصر فيها هو الانعزال أو العزلة الإيجابية. العزلة الإيجابية دي هي ترجمتها إيه؟ إن الشخص يكون عنده مكان ووقت مهيأ فيه ذهنيا إنه يفكر بشكل مختلف، إنه يبقى قاعد مع نفسه يقرأ يسمع حاجة جديدة يفكر بطريقة جديدة يرسم يمارس القدرات أو يمارس الهواية الإبداعية بتاعته. وبالتالي يبدأ يضيف ليها حاجة جديدة، يفكر في قانون جديد، يفكر في مصطلح جديد، في اختراع جديد، في ابتكار جديد. ودي من صفات الأنبياء كمان. يعني لو احنا على مدار التاريخ الإنساني هتلاقي من صفات العظماء وصفات المبدعين والمبتكرين والعلماء والأنبياء الإنزال الإيجابي ده.